السلام عليكم. اليوم احكي لكم عن نباتات قد تكون فوائدها غايبة عنا. من هذه النباتات هي النخيل والعناصر اللي موجودة بها. من ضمن هذه العناصر ليف النخيل. الحقيقة ليف النخيل اذا استخدمناه كليفة للجلد يقضي على اكثر الالتهابات الجلدية. طبعا هذا مثبت ومستخدم حتى عند اجدادنا سابقا. ليف النخيل ايضا ينشط الدورة الدموية اذا استخدمناه للجلد. ليف النخيل ايضا يقدرون يستخدمونه كمنقوع، يعني اذا جبنا ليف النخيل ووضعناه بالماء وغليناه لمدة نصف ساعة، بعدين بعد ما يبرد هذا المنقوع نستخدمه لفروة الرأس، يمنع التساقط، ينهي التقصف، وايضا يقوي ويكثف الشعر اذا استخدمناه يوميا. يعني ناخذ شوية وندلك براسنا يوميا لمدة 15 يوم، راح تشوفون الفرق بعد هاي 15 يوم. حقيقة هي النخلة حتى مذكورة بالقرآن، ومو بس الليف النخل بها ايضا الخوص، راح ان شاء الله اتحدث لكم عنه وراح احكي لكم عن التمر، بس اليوم انا خصصت هذا الموضوع للليف. يا رب تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع.